اخبار الميدياتيك مع اخونا اسامه السعفي وريم الحمروني لهنا في البلاتو. تنجموا تفرجوا فينا ولا تسمعونا وتفرجوا فينا فرد وقت زاد صوت وصوره على اي اف ام تي في عشان يوتيوب راديو اي اف ام من توا حتى لل11. انتم تسمعوا في ولد المدى مع يوسف بحري. في سمعنا باش نحكيو على ليزات يونيفرسيتي ايكول نتاع بيلوتاج باش يكونوا معنا ثلاثه من الناس من غاديكا من ليزات يونيفرسيتي. في سمعنا نعرفوا اكثر التفاصيل. وسيما بعد شويه في ميديا ماج يحكينا على الاخبار الجديده للميديا والتنقلات ما بين القنوات والراديوات وك الجو هذاك الكل مع وسيما السعفي. صباح بيحه مع حتاب حمدي كالعاده باش يزن الكاب نيجرو اليوم. في كوجينتكم سيهام تعمل لنا قتلك وعندها ماكله بنينه 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 مش نورمال. بعثت لنا الروسيت نتاعها على 52 959 603 وباش تعدى معنا بعد شويه في كوجينتكم. اما قبل كل شيء خير رحب على ريم الحمروني. اهلا وسهلا بيك. بونجور. شنو احوالك؟ لاباس لاباس. شنو الجو؟ انا قلت كاب نيجرو وانت شفت اي نقزت اي بعدك بلاصه مزيانه بر حتى بحمدي باش يهزنا بعد في الساعه الثانيه ان شاء الله. ان شاء الله بهيسر بهيسر. المراول كالعاده مزيانين باللغه الانجليزيه اليوم. دريمت سي دويت لوفت. برافو برافو. صباح النور. صباح النور. خايف لنهار يجيني بمريول هو ما يعرفش معناتها اللي مكتوب. نعرف برشا. وما نلقاوش مريول من بعد نحن لهنا في الراديو تراست مسكين توكا يمدلوا في السورية نتاعو. يسلفوا هكا وكذا. صارت لك شنو صارت لك؟ صارت لي صباح النور الساعة. صباح النور. الكل الناس يسمعوا فينا الكل. قالوا لي ياسر دو هكا وتحكي بالسياسة راني نعلي في صوتي ما نجمش نعيط سامحوني. اللطف عليك كل عام. من هكا صفا ظهر يمين هكا صوت صفا بريق البيت. بلاستك في ار تي سي تحكي بالشوي. محلاك. ورام جليل عرفتهم كيف تحكي. زورق اللي عبور الليل ذكرها. من نون هاء الى تاء فاء. يلا احكي لنا شو في ميديا ماج اليوم. والله في ميديا ماج اليوم مش بعده شويه على الميركاتو. نحكيو شويه على المفاجآت. زوز مفاجآت. تو نحكي لكم عليهم بعد في ميديا ماج. الله. واحده في قناة حنبال. واحدة في قناة الحياة المصرية. والله والله يعني. يلا عندي الصنداج. الصنداج. الصنداج يقول اليوم هل أنه التونسي يمشي للطبيب النفسي. أي سؤال مهم برشا. هل يعطي قيمة للعلاج النفسي التونسي نعم أم لا؟ وسؤال بالرسمي راه مهم على الاخر. نحن في شهر سبتمبر يقول لك اللي هو اكثر شهر كآبه في 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 يقول لك هو نهار الاثنين نتاع العام. نهار الاثنين نتاع العام هو شهر سبتمبر. مولود فيه سبتمبر مولود فيه اسامه. بون تم بعد نزيدوا نحكيو اكثر. عجبك شهر السخانه؟ عجبك شهر سامحوني في الكلمه الزفتير تاع الصيف هذيك هو هذيك هي الكلمه اللي تجي طياره ياسر السيف فيش طيارة مشي خلي بلاست ميكرو جيبوا يستنى فينا وسيبا مشي جيبوا مجموعة متواس على نفس السؤال اللي سألته ولا توا هتا بعد زيدوا نحكي وحنا سبتمبر نمشي الميكرو جيبوا نشوفوا المجموعة من التواس اللي جيبوا على السؤال هذا. قاعد نشوف اللي درني المون فما برشا عباد تمشي للطبيب النفساني سيرتو من لونتوراج نتاعي مع ستريس العيشه ستريس الخدمه ستريس الدار برشا عباد تدخل في ديبرسيون تخير انها تمشي للطبيب النفساني باش تحكي على مشاكل. نقول لك نمشي للطبيب النفساني خير من انه نحكي مشاكل العبد مش باش يفهمني على الاقل الطبيب باش ينصحني وكل يعني حكايه عاديه هذه يكون مرتاح نفسانيا باش نجم نتقدم في حياتي. تونسي وطبيب نفساني امبوسيبل تكومبينيت مع انت تقولوا حتى مريض هكا ولا بيه حاجه تقولوا امشي لطبيب نفساني هكا علاش مهبوله ليه ما نمشيش قل حاجه دونك الحقيقه ما نتوقع تونسي عنده علاقه بالوعي مثل العلاج النفسي. ابدا واستحاله الحاجه هذه ماهيش في قاموس التونسي جمله ما عندوش النسيون المونتاليتي نتاع المنتل هيلث ايشوز اللي هي بالحق حاجه مهمه على الاخر هي اللي تاثر على صحتنا على مودنا على عيشتنا على كل شيء. تونسي ما يمشيش وماهوش واعي. فهم رأي توينسا تمشي للطبيب نفساني ويستفسر معناها الحالة النفسية متاحة ويحكيه مع طبيب وفما برشا توينسا يقول لك واخ نمشي طبيب نفساني علاش مهبول هنا دونك وهذه معناها تظهر المونتاليتي معناها متاعنا في بالهم اللي يمشي طبيب نفساني راهو مهبول ولا معقد ولا عنده حاجة اوغ سوني با لوكا بالعكس. كما كنتوا تسمعوا هكا كانت إجابة التوينسا وهذا كان رايهم وتوما بقالي كان نقولكم إن شاء الله نهاركم زين وباي باي باي باي. جيبوا عام ميرسي بوكو على التوينسا اللي جاوبوك على السؤال هذايا. نتوجه بالسؤال لأختي ريم قبل ما نحكيه على سبتمبر مع أخونا السعفي هل أنه التونسي يمشي للطبيب النفسي وهل يعطي قيمة للعلاج النفسي نعم أم لا؟ ما يعطيش التونسي قيمة للعلاج النفسي.
على خاطر ديما في مخك باش يمشي للطبيب نفسي معنى اللي هو معناتها مريض ما تعقله مريض خلينا نقولوا مريض خلينا نقولوا مريض ولكن هي حاجه مهمه ومهمه جدا وتفق بها مع العمر مع الوقت مع انه فما هكا يقولوا رانا تعبين ولا بينا حاجه ولا عندنا مشكله باش نحكيوا مشاكلنا فما ناس عندها اختصاص هذاك باش يسمعك وتلقى لك الحلول مع ذاتك وحاجه مهمه برشا انه الواحد يفهم روحه ابار الصحه الجسديه نتاع البدن الاورجانيك راهو فما الصحه النفسيه اللي هي حاجه مهمه ونشوفوها اكثر توا اللي عنده صغار سورتو ساعات ما يفهمش ولده وش بيهش ما بيهش فما معناتها بعد يقولوا له هز ولدك شوفوا معناها عند مختص فيديو بسيكاتر يقول لك علاش وكيفاش قال هي حاجه مهمه ياسر 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 ما تصورش للعلم اللي خلق طب النفس ولا علم النفس ما هو كيكه معناتها ما جات كيكه الحكايه مش اعتباطيه صعب والله الحكايه مرهونه بالماديات بالامكانيات لانه التونسي راهو يعرف روحه اللي هو مستحق طبيب نفسي وماذا بيه يبدا هكا الونجي على كرسي هكا وقاعد وطبيب يبدا يحكي معاه ويفسر له في حالته ويعطيه دي تريتمون وكل اما بيناتنا يستغليها شويه ايه يستغليها شويه يقول لك غاليه الكونسلتاسيون الحق غاليه مي هاو سامحني حطها عند عند البنومولوج ويحطها عند مش عارف ايه درماتو درماتو نيرولوج والاختصاصات الكل يمشي ويعدي ويحط فلوسه عند الطب هذوما دونك حتى طبيب النفساني راهو مهم مهم راهو احنا كيما يبدا جهدك مهدود معناها جسديا فهمت بتلقى روحك معناها تحس روحك سافا بالنسبه ليك انت لاباس يعني نمشي نتنفس معناها مي كمان راه صحتك النفسيه راه ما تفيق بها كان كي توصل معناها ليتاب نتاع 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 ديبريسيون ليتاب نتاع ما نعرفش يعني وضعيه نفسيه كريتيك راه نعرف شكون معناها قاعد يعيش في دي كريز وماهوش عارف روحه منيش يقول لك والله نمشي نعمل سكانير نمشي ما بيا شيء نعمل له رقيه ما بيا شيء شوف راهو كي تمشي لطبيب نفساني راهو اول حاجه باش تمشي وحدك راهو طبيب نفساني عنده سر المهنه ما راك حد برا مشي عدي معناها ما فماش حتى خوف من ما كان نظره نتاع المجتمع انه يعدي عند طبيب نفساني راني مريض ولا عقلي وعندي اضطرابات عقليه فما برشا عباد يمشيوا هما لاباس راه فما برشا عباد يمشيوا للبسيكولوج وهما لاباس نعملها واحده من الناس نعملها ساعات قرابتك تعمل لها دياغنوستيك وانت روحك ما تعملش ما تمشيش تعمل له معناها سامحني تشوف طبيب نفساني مشيت لطبيب نفساني والله ما مشيتش انا تعرف علي ما مشيتش انا عندي انا مي ديجا يخدم في الاختصاص نتاع الطب النفسي دونك نحكي معاه نعم في دي كونسلتاسيون غراتويتمون في القهوه يعطيك الصحه اما كمان معناها ما بصراحه نستحق ونلقاه فهمتني وينصحني راهو يقول لي اذا كان نهار نلقاك مستحق باش تمشي للطبيب وفي كونسلتاسيون بالحق لازمك سويفي وكذا لازمك فيه سويفي وبلوزيور سيونس قال لي راني اول واحد نشجعك واول واحد نقول لك برا امشي هو للاسف الضغط اللي عشناه العامين هذوما وال الضغط راهو مش كان على جائحه الكورونا حتى راهو العشر سنين العشر سنين خلينا نقول الثوره وبعدها المشاكل السياسيه الاقتصاديه بعدها المشاكل الاقتصاديه اللي رجعت بالضرر على المعيشه نتاع الشخص اللي يبدا شوف تعرف شنو اللي سبب امراض شخص وقت اللي تبدا شهريتك ما تكملكش الشهر وي هذا هو اللي سبب لك امراض نفسيه راهو المشاكل تسبب مشاكل عائليه ارتفاع نسبه المشاكل الزوجيه وارتفاع نسبه الجريمه نسبه الجريمه كيف كيف ترجع للمشاكل النفسيه نسبه الانتحار اللي قاعد نشوفها في صفوف الاطفال وغيره نسبه الانتحار زاد كيف كيف ترجع للمشاكل النفسيه الحالات البيزار اللي قاعدين نشوفوا فيهم نتاع معناها اللطف عليكم ما نحبش انا صبيح نحكي مواضيع هكا راهو ذي الكل دو للمشاكل النفسيه اللي يعيشها المجتمع الحرقه زاده برشا بالحرقه وي فهمتني الديسيبسيون وبعد جات الكورونا تبارك الله زادت الحمد لله عملت لنا جو في البلاد ويحكيوا الاخصائيين راهو الاثار النفسيه للكورونا اقوى بثلاثه اضعاف من الاثار الجسديه تبيع عبد محصور ما ينجم يعمل حتى شيء كيما هو يحب تحصرنا برشا وي تحصرنا بريود الكونفينمون تحصرنا في ديارنا جمله وبعد بريود الكوفر فو تلقى روحك في 8 نتاع الليل مسكر عليك باب معناها هذوما ما تقوليش ما يسبوش اثار نفسيه برا تفقد روحك الطبيب النفساني راهو حاجه عاديه توا ولات برا اعتبرها فيس
برا اعتبرها فيز ما اقول يا اخوي انا نمشي عندي طبيبي النفساني نمشي له نحكي له ما مثال ماهيش مش حاجه خايب حاجه بركه انا باش نرجع اللي قلته على سبتمبر خاطر خونا اسامه تغشش حسها على سبتمبر ومولود نهار 15 سبتمبر الحمد لله الجري توفى قبل باش ما نجيبوش جاتو كل ما يستحقش ما يستحقش جاتو ليه تا نفرحوا بيه بعد في في الجري نتاع نتاع الشتاء فيفري وسبتمبر هما لي دو موا معناتها زوز اشهر الاكثر كئيبه عند العباد مفهوم نوعا ما علاش لانه مسيف وك الفرحه تاع الصيف ما تكلمتش مسيف خنكمل بالليل لونش المهم تاعي مسيف والفرحه تاع الصيف والجو تاع الصيف تدخل من بعديك ديريكتومون في الروتين تاع الخدمه ويرجع السيونس دوبل سيونس وكل شيء دونك سي نورمال انه العباد المود نتاعها يتبدل حتى الطقس حاجات بدل. اخرى صحيه للطقس الشانجمون تاع الطقس يبدل زاد المود نتاع العبد دونك سيسوا على رواحنا شويه تو نسيسوا كل واحد يسيس على روحه ديجا ويسيس على العبد اللي يحبوا العبد اللي معاه وي بيان سور والعائلات راهو تو بالكش الاعصاب شاده وراهو ديما نقول انا في الاخر راهو جونا به معناتها تو كل شيء يرجع نورمال الحمد لله اكثر اغنيه شهيره باز تو تسلك باز تو باز تو تسلك يعطيكم الصحه ميرسي بوكو انتم زيد تنجموا تجاوبوا على السؤال هذا هل انه تونسي يمشي للطبيب النفسي وهل يعطي قيمه للعلاج النفسي نعم ام لا تلقاو السونداج اي قول لي بالمستمعين بلي ميسيلش كي نجاوبوا اجابات محترمه هو ما فماش علاش معناها علاش هالسؤال معناها تعليق ماذا بينا تكون تعليق محترمه نقراه الناس كل ونناقشوا باحترام لانه انا عندي بصراحه ديسيبسيون من العباد اللي تعلق تعليق جوست شتائم ولا تعليق معناها تفه الموضوع محلينا راو كي نتناقشوا في كنف الاحترام موضوع مهم ياسر وي مهم جدا زيد وراو التعليق اللي راوها على مواقع التواصل الاجتماعي متاع الشتائم المجانية راو هذيك متاع انسان يستحق طبيب نفسي وي هذا موضوع اخر اي تعليق فيه شتم واي تعليق فيه استهزاء راو متاع عبد يستحق طبيب نفسي معني راك مريض برا عادي والله انا ما نحبش بالكشي نعطي معلومه غلطه ما فهم ايتود اتعملت على الحاجه هذية هو الهيترز كما يقولوا عليهم في الـ في الـ في الديجيتال في الويب في السفير نتاع السفير نتاع الديجيتال راهو فما سوسيولوج عمل ايتود كبيره تم بعد في البوب اللوجو على اسمه وكل شيء يحكي بالديتاي العباد هذوما شنو قاعدين يحسوا وشنو قاعدين يخرجوا ساعات راهو نحن نلوموا على السبين على الفيسبوك وكل شيء مرا وراها برشا خلفيات راهو السبين هذاك ماهوش مش واحد جاي يكتب كومونتير معناتها وراها برشا فيكو برشا حاجات خايبه بالكش عاشها الانسان في الحياه يخرجها في لو مويان الوحيد اللي قان ويخرج كل الانرجي الخايبه هي كي يكتب على الكلافي نتاعو معناتها العباد هذوما سي دي فيكتيم راهو نفهم عباد هكا دي فيكتيم ماهمش مش يعملوا فيها باش يكونوا خايبين فهمت مي هما قاعدين نقرا لكم العباد اللي علق التعليق خايبة بلا سامي طبعا نقرأهمكم آخر الحصة ليه نستر غير ما نقرأ نستروهم نستر على العبيد أقرأ مسيج كومنت مش ما يعلقوش تعليق خايبة رأو نختلفوا في الآراء ما نسبوش بعضنا فمش نكسبتوا الكومنتيرات الكل نجموا تبعثوا على باش فيسبوك متاعنا راديو إيفام هل أنه التونسي يمشي للطبيب النفسي وهل يعطي قيمة للعلاج النفسي نعم أم ليه 9-25 دقيقة فاصل صغير ونمشيوا لأختنا السهسوها في بوان مارشي انتم تسمعوا في ولد المدام مع يوسف بحري 9:26 دقيقة عليا في محل راديو مكملين معاكم لل 11 متاع الصباح نمشيو لاختنا سهسوها في بوان مارشي بوان مارشي صديقة ريما الأولى سهسوها اي تحبها عاد سهسوها سهسوها بونجور صحيح عندك بالضبط دقيقتين تحكي لنا قصة حياتك وبعديك كمل لنا بوان مارشي لا ديجا صباح الخير مش ليكم انتم ديجا ديزولي باه نخليو لك لونتين مالا خليو لك لونتين اي نخرجوا انا خارجين نحن من الاستوديو تصرف وحدك تو لا صباح الخير يا سمعتينا الكل على راديو اي اف ام كيما عودناكم لا محاله نكره كلمه عودناكم اما كيما مسا نسكو بيا اليوم احنا في مرشي لافايت مرشي لافايت شكون ما يعجبوش لابش مرشي لافايت شكون ما يعرفش مرشي لافايت سامحني فيك يا مستمع كي ما تعرفوش انا توا باش نوريك ونسمعك زيدا
تشوف فيا على اي اف ام تيجي تسمع فيا على فريكونس 100.6 بالنسبه للناس اللي في تونس. دونك خليتوني نحكي وحدي سامحني منكم. الو الو وي اي كمل اخدم على روحك. ليه كمل اخدم على روحك؟ ما قلت لنا صباح خير مش ليكم انتوما للمستمعين، خليتك مع المستمعين واش نعاودوا نسكروا الميكرويت وانت على روحك للي تكمل بوا مارشي. عندك وقت راه مازالوا لك 3 دقائق من فضلك، تفضل. نبداو في المستمعين الفيديل نتاعي بربي. جوست لحظه بركه دوك ما نكمل انا، دوك ما نكمل انتوما معش تسمعوا صحري بحري. عن الطماطم 1560 هذا تشوف مع الإدارة في الحكاية اللي قلت. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله الإدارة إن شاء الله الإدارة يسمعوا إن شاء الله الإدارة يسمعوا. يلا ساسوا بيه لحظة خلنا نرجع، كنا فدلكم مع وقتنا ساسوا مانيش متغشين عليها. قول لنا أنت، قلت لنا في اللافايات مرشي لافايات. أي أحنا في مرشي لافايات اللي برسمي غبنا عليهم برشا اللي يسلموا عليكم، يسلموا على ولد المدام، قالوا لي بلي يسلم على يوسف، سلم عليه المدام حومتي عاد. اي يسلم عليك برشا لافايات، دونك يسلموا على مقر تونس نغير. يسلموا على وجيه جندوبي زاده، وقالوا لها وقتاش راه عطينا، فقلت لهم ان شاء الله الايامات الجايه كيما قلنا احنا في لافايات. سلم عليك، كلمتني البارح بالتليفون قالت لي بلي سلم برشا على سهسوه. بلي سلم لي عليها بربي، قول لها راني طلبتك من وين من الكل ما هي متز. اي مو بحر البحر فمش رزو كما قال السعفي المره اللي فات. اي فمش رزو في البحر. اي صحيح بربي زاد. نحب نسلم على جارتنا، البارح انا ضيعت المفتاح نتاعي قدام الدار وهي وقفت، قلت لها اش بيك مدام عطا يا اخي، قالت لي ما نعرفش انت شكون سبق، قلت لها تراها طلع وفيش كنا بالبافيت عندكم برشا مريض نيس تراو كان في عيني عيني يخضر في الشمس ما تاو ترا في مكحل بحالي دونك دونك قالت لي نعرفش شكون سبق، قلت لها طلع، قالت لي تبع الوحده تعدي في الاسعار في المارشي، قلت لها انا هي سوا هو فرحت، قالت لي تسكن بحذايا، قلت لها هي تسكن بحذايا، عم انا ضيعت المفتاح نتاعي، قلت لها ما لقيتش كيفاش. فهمت، كانت هذه قصه سهسوها لليوم، قصه سهسوها هذه قصه سهسوها بتاع اليوم، غدوه ان شاء الله قصه اخرى. يا بنتي اعطيني اسوام المارشي فما عباد راهي تستنى في الاسوام تو. عندك الحق، بالنسبه للمارشي لفايت اليوم انا صباح الخير، الفلفل الحار على 2600 نلقاو سارتير، عنا الليتيو ب 16 مية، الفلفل هذايا الحارة هذايا المسكي 1950، عنا القارص 2980، الطماطم 1560، نلقاو القراء البطاطا 1380 كالعادة، نلقاو البقلوتي على 2600، القراء الأخضر 1980، بالنسبة للمعدنوس قداش؟ معدنوس ب 900 الربط، نزيدو نقدمو شويه غالي غالي شويه. ليه غالي 900 الربط؟ غالي صحيح، يعني نعملو دوره على الاسواق نتاع الحويتات نتاعنا في مارشي لافايت، مازالو كي يستفتحوا هما جوست قال لي راهو السلعه جاتنا مخر شويه، نلقاو السردين على 5800، التريليا 19 دينار و800، السفن 34 دينار و800، نلقاو السفن النوع هذايا كيما قاعدين نشوفوا نلقاوها على 43 دينار و800، الورقة 19 و800، البوري 29 دينار و800، السول 56 دينار و800، كما قلنا الدوراد على 15 و800، القاروص نلقاوه القاروص الخشين هذيك على 57 دينار و800، مش حتى الحوت غالي الحقيقة، غالية الدنيا. اليوم نلقاوها غالية شوية بالنسبة للسويم نتاع الخضرة، غالية برشا مش شوي. غالية كوميم وي غالية كوميم. نلقاو كالعادة المرشي الدجاج بيتو نلقاوه على 6900 التسعيرة الأخرانية، هنا جوست جماعة لافايات يحلوا مؤخر، باسكو لي كليون نتاعهم يقوموا مؤخر، معروفين خاطر مش يقوموا مؤخر، خاطر يجيو بعد الخدمة، يجيو يمشيو يقضيو بعد الخدمة.
اي يمكن في البوز نتاعهم ولا حاجه ديك علاش نقاو فما برشا مازالوا ما استفتحوش كيما الاي اف كيما الجزائر نتاعنا زي مسنسين ناخذ من عنده الاسوي مازال ما حالش على خاطر احنا مسنسين نجيو العشرة اكل اي هذيك في الشتاء في الشتاء في الشتاء ان شاء الله الايامات الجايه ما نعرفش باش يرجع وقتنا كيما العاده ولا ان شاء الله يرجع كيما العاده ان شاء الله يا رب ان شاء الله كان حينا ربي بخير كل عام وانتم حيين بخير على وانا راني ما نخدمش ما غير ساه سهرة ديجا قلت لهم الاداره قلت لهم راهو ما غير ساه سهرة ما نخدمش في برنامج ما فيهش ساه سهرة اكيد اكيد انا نخدم على السكول ربي ربي ديما معناتها لازم تمرقني عرفت لازم اي ساسوها لازم اي يعطيها الصحه ساسوها نبوسوك برشا والله حتى انا نحبوك برشا والله نحبوك برشا ساسوها حتى كي خذيت كونجي والله قعدنا هكاك اللي متوحشينك ياسر وقتها ريم تبكي كل يوم لهنا في الاستوديو وينك نعرف ولا نعرف نعرف شكرا لك شكرا لك ساسو ليك علاش رجعت خديت جمعك ان شاء الله الجمعه الاخرى ناخذها في سبتمبر ان شاء الله هذيك كي العاده موني قلت لك شوف مع الإدارة شوف مع الإدارة شكرا لك ساسو ميرسي بوكو ميرسي بوكو ساسو احلام جلاسي في بوا مارشي عطاتنا الاسوام نتاع اليوم من مارشي لافايت تلقاو الفيديو كامله على الباج فيسبوك نتاعنا راديو اي اف ام وتشوفوا اسوام مارشي طالعه شويه ريم طالعه كوميم طالعه في لافايت سورتو الحوت حوت لوغلا وي الحوت طالع الحوت الحوت ما عاد نوز طالع ما عاد نوز 900 ايه ليه ليه ما عدنوس 900 ليه يلا نعناع ما عدنوس بعد ما مشينا النعناع ب 500 ما يفوتهاش وي ان توكا ان شاء الله يتيحوا الاسبوعين في مارشي لافايت 39 دقيقه من المارشي نمشيو للكوجينه ايوه حاجه نمشيو لكوجينتكم كوجينتكم من قمرت سهام الجلالي تعطينا الروسيت نتاع اليوم بعثتنا على الواتساب 52 959 603 اسم الروسيت الحقيقه ما عرفتش كيفاش نقراه دونك خلي مدام سهام تقول على اسم الروسيت صباح النور صباح الفل شنو احوالك مدام عايشك عايشك مرحبا بكم مرحبا كيف مستمعين وكيف فريق راديو اف ام عايشك ربي يخليك عايشك شنو احوالك شنو عامله انت لاباس الحمد لله كان تعطيني اسم الروسيت نتاع اليوم خاطر ما فهمتش كيفاش نقراه بغرير اختصاص مغربي اختصاص مغربي انت مدام سهام مغربيه ولا لا انا تونسيه زوجة مغربي تحيه للمغرب الكل شيف انت مدام شيف زيد عاد هكا باش ناكلوا بالكدا اليوم باش ناكلوا بالكدا بالكدا عايش كربي يخليك ما تعذبنيش كي مدام وسيله البارح مدام وسيله مدام وسيله البارح عذبتنا بخير برشا تفاصيل كان الحاجه بنينه على الاخر مدام سهام خاطر ماك تعرف لهنا قلوب بيا وعزاب ونتشهاو وكذا يصير فينا راه اي والله سكري ولا سالي مدام سهام سكري هي في شكل تشبه للبانكيك تنجم تكون لمجه للصغيرات مع تو عوده مدرسيه ونجموا نعاونوا به الامهات بشكل ينقصوا عليهم الدباره تاع اللمجه تاع الصغيرات نجم تجي لمجه للكبار زاد في العشيه مع التي اسمع نعطي ملاحظه ما يصيرش تفضل يمكن تشبه للغرايف نتاعنا نو جوستومون افكتيفمون تشبه للغرايف نتاعنا برافو وتشبه للبانكيك برافو مع كيستي حاجه بنينه على الاخر هذه تعرف العشيه بعد القيلوله اي تقوم مع خيوه حرام عليك صدقني ترجع فيك الروح ولا مدام سهام نحن باش نسكتوا وانت تعطينا المقادير وكيفاش نطيبوا البغرير المغربي خاطر سينو ماهمش باش يسكتوا ماهمش باش يسكتوا الله يبارك يلا باش ناخذوا 250 غرام سيدة الكب نزيدوا معاه 100 غرام فارينة رطبة مغربيين نص مغرفة خميرة فورية ونزيدوا معاه مقريصة ملح وقدر ما يقدر هكاك إيترا ما مش تخون مش بارد الثياب متلهل نخلطوهم إما في خلاط كهربائي ولا في خلاط يدوي ومن بعد نصفيهم بالصفاية باش ما نخليوش فيها ماكلة عابر ونحطوهم على جنب يتحمروا نغطيوهم ونخليوهم يتحمروا في نفس الوقت ناخذوا بعد ما يتحمروا شويه
نعاودوا نخلطوا بخلاط يدوي هكا ضربه صغيره باش يتخلطوا، ناخذوا مقله متوسط الحجم من نوع التيفال لان عملوا لها ليزي تلاحت اشياء، نحطوا على نار هاديه ونبداو نصبوا باللوش، نحطوا شطر اللوش ونحاولوا كان تحلت وحدها هي تكون العجينه تكون ما تكون سائله ما تكونش عاقده، معناتها تكون كما الكريب كما العجينه الكريب هكاك ما تكونش كشاده روحها. تبي نصبوها باللوش في القلايه يا اما تتحل وحدها ولا نحاولوا نحلوها وحدنا هكا بالمغرفه ونخليوها ما نقلبوهاش. لاحظوا اللي تبدا تعمل في القب 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 من الفوق تيب على وجه واحد من اللوطة، وقت اللي نشوفوها تنقبت الكل من الفوق نحطوها في صحن على جنب ونزيدوا ثانيه ولين بعدها ولين بعدها ونحطوهم بجنب بعضهم مش فوق بعض مش ما يلصقوش. في الاخر بالكل نجموا نعملوا لهم شويه عسل وزبده مخلطه مع بعضها، نحبوا نعملوا لهم سكر زيتون، نحبوا نعملوا لهم شوكولاته، نحبوا نعملوا لهم كريم باتيير بالنسبه للصغيرات، نعملوا لهم شويه كريم باتيير في الوسط، شويه تمر مقصوص، دجله، شويه فاكهه، كل واحد على شنو يقدر حتى بالزيتونه تتاكل. الله الله حتى مالحه مش خايبه، حتى كي تحب تردها مالحه مش خايبه. مالحه تولي تعمل لنا تزيد شويه في الملح، ما عادش نعملوا قرصه نزيدوا ربع مغرفه ونحطوا فيها يا اما شويه جبن سايل يا اما نعبيوها بالبيوري مع شويه تن معها يعني في الدار شويه دجاج هكاك مقصوص في ظل من الفطور من نحطوا فيه حتى شويه هريسه مش طرفية. اي مرتي بعثت لي غرايف راني نحبهم برشا. تو تو ميساج. قول لها جربهم جربهم ينجحوا، قول لها جربهم ينجحوا. ان شاء الله عايشك، شكرا لك مدام سهام. شيف انت قلت لي شيف سهام الجلالي، وين تخدم مدام؟ اذا قري. تقري. هيك هاو. هيك هاو. حلويات. متهنين على الجيل الجاي، متهنين على الجيل الجاي نتاع الشيخ. انا باش نمشي نقرا عندها يا ودي، باش نقرا لك الطيبت ونمشي نقرا. شكرا لك مدام سيام، وتحيه للمغاربه الكل يسمعوا فينا برشا، فما برشا مغاربه في تونس يسمعوا فينا على اي اف ام، وحتى في المغرب زاده خاطر على اي اف ام تي في على اليوتيوب على المغرب العربي الكل. شكرا لك مدام سيام على الروسيت البنينه هذي، بعثت لنا 52 959 603 على الواتساب. ابعثوا حتى انتم الروسيت نتاعكم وتعديوا معنا في كوجينتكم. السعفي قلبه ضعيف، طلع في حاله في حاله على حلو لا ما يفهمش، تلمو قلبه ضعيف خلى كرسي وخرج. انا مش فاهم شكون باش يعمل ميديا ماك. كنت كلبوا السعفي باش يعمل لنا ميديا ماك. نمشيو موزيكا صغيره، مريم نور الدين كحلويات، ونرجعوا للولد المدام. جيت نقول المدام وجه الولد المدام حتى ال11 تصبح احلاها احلاها الكولابوراسيون ما بين مريم نور الدين ونور الدين الكحلاوي. كحلاويات على اي اف ام احلى راديو، تهزنا ل 49 دقيقه باش نمشيو مع اخونا السعفي الميديا ماج. ميديا ماج على اي اف ام. لو سهلة بسي السعفي دريمة سير دو ات لوف ات. يلا عملهم الكل. انجليزية ودنيا فاسيت. سبتمبر شهر الوقوع في الحب. اي الله 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 هكا يقولوا هلو سبتمبر هلو سبتمبر. قالوا كئيبة قالوا هكا تو انا مخزور في سبتمبر مش تدافع معايا يا ريم مخزور شهر جي فيه مع الموسيقى هذية. مادام انت موجود في سبتمبر اسامة مولود في سبتمبر بينجم يكون كان شهر الحب اي وشهر الرومانسية أسامة. والله باش نبكي حتى أنا والله. امشي الميديا ماك. امشي الميديا ماك. امشي الميديا ماك ونحكي شنو فما في الميديا اليوم. بعدنا شوية على الميركاتو والانتقالات نتاع الإعلاميين، لأنه فما عباد ما تحبش تصرح برامجها وين وفنا قناة ربي يهديهم. دونك والله ربي يهديهم. هي ما تحبش تصرح وإن شاء الله تتسرح زاد خويا الأمور. ربي يهديهم. هما بيناتنا لو تفضحوا على مواقع التواصل الاجتماعي جاتني الاخبار الصفحات الصديقه والشقيقه هبطوا وقالوا ومركوني وقالوا لي وانا شاهدة البرنامج الجديد نتاع يوسف وين البارح برك نحكي وانا نقول يوسف خويا وما يخبي عليا شيء. سالت يا يوسف وين عام الجاي؟ والله ما نعرف. اي صدقني الطاوله نعرف. انا صدقته. اي ما نجمش نقول له ليه وكيفاش وتخبي عليا يا اخي. فما صفحه نشرت الاخبار توا شيء ما تحط لنا الامبريمي كرون بعد تشوفوها على الاي اف ام تي في
دونك قالت اللي فما إمكانية كبيرة بنسبة 80% إنه سحري بحري البرنامج باش يكون على قناة الحوار التونسي. هما حطوا مفاوضات متقدمة بين سحري والحوار التونسي مقوية. هذه أخبارهم. وانت صدقت؟ لا ما صدقتش أنا قدامي المعني بالأمر. وين صدق شكون معني بالأمر؟ والله سحري انا يوسف بحري في انت يوسف بحري وانت في فيم. وانت الفونداتور نتاع سحري بحري البرنامج دونك خويا الاخبار ما ناخذوك من عندك. هما قالوا وانت خويا اعطيني الصحيح. الصحيح تحب الصحيح؟ اعطيني الصحيح الحقيقه الى يومنا هذا انا بيدي ما نعرفش روحي وين عم جاي في تونسنا في قناه اخرى. عندي استراتيجي نتاع كومونيكاسيون للبرنامج بالك شي عندي انا نحب تخرج عندي انا المعلومه. وين عندك انت فين؟ شني؟ في معلومة وين باش يتعمل سحري بحري البرنامج؟ نتفاجئوا بالبرنامج وين باش تقولها في ستار تايم يقولها معنا. ايه عاد نحن ولاد الديجيتال كيفاش؟ فما خدمة كبيرة باش تصير على الديجيتال ان شاء الله تخرج في حاجة مزيانة في الديجيتال. لازم حتى ليزانونس نتاع البرامج تكون دور للديجيتال توا بيان اتيدي بيان سور. خدمة كلها ديجيتال. تحب الاخبار هذايا؟ انا ليه بالنسبه لي الاخبار هذه قلت راني ناخذه من عندك انت. انت تحب نعقب على الخبر هذه؟ ما فهميش منه. ما فهميش منه. سحري بحري ينفي وجود مفاوضات متقدمه وجديه مع قناه الحوار التونسي صحيح. الى حين ان تتغير الفكره ولا لا 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 ولا معناتها فهمت معناتها نقصد على الخبر كيفاش مكتوب. تعرف نحن نحن صحفيين ونفهموا راه لي ديتاي كونت في الكلام اللي تحط فهمت. مفاوضات متقدمه ولا متقدمه؟ هل تنفي انه فما مفاوضات؟ مفاوضات متقدمه. تنفي انها متقدم بالذات ما تقدمتش حتى مفاوضات. حتى مفاوضات ما فماش حبش يطيح. اي ميسيرش اصبروا شوي توري ما عندي الحق ولا عندك شوي صبر شوي صبر. نعرفوا يوسف عم جاي فنا تلفزه بالضبط شفناه. وشكون قالك في تلفزه؟ انت ملاوين يوسف نجم خويا على سوبور ديجيتال بيان سور. اي تنشوفوا كمان تلفزه هذيك راه هذيك تلفزه على ديجيتال كان عندنا الاي اف ام تي في اليوم. شكون قالك سحري بحري البرنامج مش على الاي اف ام تي في؟ مثلا 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 على ديجيتال كان الإدارة يسمع. إلى حد الآن الخبر هذايا ما هوش صحيح إلى حين أنه المعني بالأمر اللي هو سيوسف بحري يثبت عكس هذا ويعطينا بيان سور عنده حق الرد على 31-380 ألف يكلم في التليفون. شغال خويا مين؟ أي كلم في التليفون خويا حق الرد نتاعو غدوة. يلا سمع لي الحقيقة خلنا نحكيو بلو سيريوزمون الحق نتاع ربي راهو سحري بحري البرنامج سيتواصل معناتها البرنامج باش يكون فيه سيزون 2 وين في أنا قناة قدة ربي فما خدمة مانيش وحدي لأنه في البرنامج فما خدمة كبيرة باش تصير على لانونس نتاع البرنامج وين باش يكون فما استراتيجي كيما قلت ماهيش تفادليك راه كيقول راه ولد الديجيتال لأنه ديما واحد يرجع لمنين جاي معناتها اون نوبلي با دو لون فيان كيما يقول الفرنساوي أنا ولد الديجيتال دونك لانونس نحب تكون على الديجيتال وتعرف أنت اللي سحري بحري البرنامج هو برنامج ديجيتال قبل ما يكون في التلفزة صحيح. دونك نصبروا لانونس تو تجي بشوي بشوي وتنعرفوا بالضبط بشوي بشوي. بي خليني نهزكم للقنوات المصرية والله نحكي والله نحكي بالمصري دي حاجة فظيعة جدا ما بتكلمش صنداق صنداق لا بعد الصنداق سيء والله العلاقات التونسية المصرية قاعدة تأثر وممكن يسر سير أزمة دبلوماسية ام بي سي مصر خلينا بحري ممكن يمشي شي سحري بحري الام بي سي مصر كلمة صنداق ما يخموش في جمع صنداق نمشيو نحكيو على برنامج يوم ليك على قناة الحياة المصرية مع الإعلامية سمر يسري اللي استضافت الفنانة التونسية لطيفة العرفاوي اللي سماوها هما الميجا ستار لطيفة التونسية. نشوفوا الفيديو واللي كان فيها هادي زعيم الإعلامي هادي زعيم مفاجأة السهرة والله البرنامج اللطيفة وقال فيها برشا كلام حلو كان نجمو نسمعوا شوية من كلام هادي. فيديو مفاجأة ليكي من تونس خير حلو ولا ايه؟ لا حلوة مفاجأة حلوة قوي ماشي يلا بص يلا بينا. مساء الخير أحلى لطيفة لطيفة انتم تسميوها لطيفة التونسية احنا هي لطيفة العرفاوي. اليوم هناك مش رد اعتبار فقط وإنما هناك تقدير
لهذه السيدة اللي نعتبرها فنانة عظيمة في تونس. يا عمري 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 لا تخت بون خاطر بصراحة في القنوات الأجنبية نقولنا سواء فنان ولا فنان مع فنان ولا إعلامي مع فنان بصراحة ما نجمو كان نشكروا بعضنا نعطيو قيمة الفنان التونسي. نهار آخر أنا تستدعاني ريم حمروني في برنامج مثلا وكذا مانيش ناوي نعب برامج مانيش ناوي تهنى على قناة حمروني تي في لا كلام ما نجم كان نشكرها لا قدام البراني صحيح ما نجم كان لا والله حتى في بعضنا لازمنا نشكروا بعضنا هذا راهو مش يعني راهو اللي فما مشكله ما نعرفوا احنا الاشكاليات نجم تصير بين فنان وفنان بين اعلامي وفنان لكن بصراحه البرا نقدروا فنانينا الكبار كيما لطيف العرفاوي معناها كارير تبارك الله مسيره طويله وصوت كبير دونك الكلمة متاع هادي كان في بلاستو وما ننسوش مثلا آخر مرة في الكريز سانيتير لطيفة العرفاوي اللي إنسانيا طيبة جدا وما هيش مزية نتصور من لطيفة ولا من غيرها ولا من أي فنان يعيش البرة من تونس ستار ينجم يكون عنده تأثير كبير ونشوفه مش كان لطيفة عنا برشا وجوه تنور البلاد هذية من لطيفة العرفاوي الهند صبري في اليوماني في توسكي إنساني شنو قاعدة تعمل حاجات ما تنجم كانت فرح في طول برا بلا جيس عندي حاجة سامحني وسام أنقص عليك أنا مشكلة كبيرة في تونس خاصة في تونس ونعاود نكرر اللي في بلادنا كهو موجودة الحكاية هذه اللي ما نعطيهوش قيمة ما نعطيهوش حق لعباد كي يعمل كارير كبيره وكي يبدل حاجات ما نعطيهوش حقه مثلا كي نقول راهو صالح الماجري احسن باسكيتور تخلق في تونس فما 60 واحد باش يسبك يقول لك كيفاش صالح الماجري وصالح الماجري وما عمل شيء في الام بي اي ودرا شنو يا ودي مشي الام بي اي السيده ذي ما نعطيهوش قيمه للعباد اللي تبدل حاجات. لطيف العرفاوي لازم الجينيراسيون اللي ما يعرفوهاش بالكش يعرفوا كيفاش بدات لطيف العرفاوي منين جات لطيف العرفاوي راهي معناتها قصة كاملة معناتها راو منين إنسان راو لطيفة العرفاوي مشيت لمصر مشيت زيارة مشيت راهو الملحنين واللي سمعوها والفنانين راهم هما كبشوا فيها وهما قالوا لها نحن ليه يكبشوا في لطيفة ولات لطيفة التونسية ما عادش لطيفة العرفية تيمو سي نوت سين هو يتبدل البرة وسي نورمال معناتها لطيفة عاملت غنية على يحيى الشعب الناس كل تاك 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 تعطي في الكلاد معناتها ريت لي بتي ديتاي هذوما هما اللي علاش هما خير منا ونعاود نقول لي هما خير منا الوركو نحن نجم نكونوا خير منهم برشا كان تسفى القلوب وكان قلوبنا تولي بيضه وكان الناس كل تعطي حق الناس نجيب ارتيست في انترفيو ونطلعوا لفوق مش نهبطوا اللوطه ديجا اول حاجه كشو شو البلاتو صحيح. معناتها وشو صحيح. القاعده وشو انا اول ما قلت لك سموها الميجا ستار ميجا ستار خاطر سي ميجا ستار في العالم العربي سي ميجا ستار في تونس ما زلنا مكبشين مع النظام السابق عملت اغنيه على يحيى الشعب توا اسمها لطيفة التونسية تعاون في مصر أكثر من تعاون في تونس لازم بصراحة معناتها لازم معناتها ريضوا شوية ونهبتوا شوية للقاع الناس كل لي خاطر ما نعطيوش قاعدين نعطيو قيمة للعباد اللي لازم تعطيها قيمة وساعات نطلعوا عباد اللي ممكن يطلع في سنين أخرى أما مش توا فهمت أما العباد اللي لازم تعطيها قيمة منيش عطينها قيمة في تونس الحق في المجالات الكل حتى في الإعلام راهو نسميه لك برشا عباد اللي كتسمي اسمه وكهو تولي أنت تقفف له ألورك برشا حاجات العباد هذي بدلتها نوفل الورتيني من أحسن المنشطين في تونس مهما صار معناته من أحسن المنشطين سامي الفهري ريفوليسيونير ثورجي بدل الإعلام الكل نبيل القروي كيف مهما قلت لك بعد الحكايات اختر مشاكل السياسيه والشخصيه ما نعطيوش قيمه للعباد الحقيقه هذه مش نحكي على خدمه مانيش قاعدين نعطيو في قيمه الخدمه اللي عطاوها العباد هذوما فما برشا ناس مش قاعد في المجال هذا لهنا نحكيو على الاعتراف وكل واحد شنو هو الاثر اللي خلاه كيما مثلا الممثلين في تونس عبد القادر مقداد وين وعبد القادر مقداد سي محمد دريس اخويا رغم كل شيء ما تنجمش سي محمد دريس جابوه في بلاتو نتاع تلفزه خرج له شبه كرونيكور لا محمد كوكا هذاك وقتها خير على خير محمد كوكا كيف خير على خير وبرشا ممثلات وممثلين واعلاميين تتفكرها عادينا في ميديا ماغ اعلاميين واعلاميات زاد نتفكروا كيما كان يحكي يوسف بالضبط يجيه
كرو ساعات ساعات شبه والله شبه معنى عيب الشيء اللي قاعد يصير والله ساعات صدقني تجيك حكايه من مش 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 معناها نتفه في قيمه الاشخاص مين احترموا شويه القامات في اختصاصها احترم وكهوي. شويه معنى فما قدر فما ما تنجمش تكون جاهل بالتاريخ ولا بجاهل فما حاجات ما تجيش كل التقدير الحقيقه والله. الى لطيف العرفاوي خاطر الناس اللي تعرف لطيف العرفاوي وتعرف كاريرها كيفاش بدات راهو من داخل ما نبداو من الاول معناتها الحقيقه ريت كان جاء عندنا اندستري تاع السينما وكل ريم تشاترني الراي الاشخاص كيما ذكرى محمد الله يرحمها لطيف العرفاوي راهو يتعاملوا عليهم دي بيوبيك وافلام وتطلع معناتها حاجه مزيانه الاكرون باش تقعد للاجيال القادمه تفضل وسام يلا واضح هذا هو تقريبا ما عندي ما نزيد في الموضوع سامحنا حكيت اكثر واحد لا والله لا بالعكس انا ماذا بيا حليت باب النقاش خاطر محلينا مع بعضنا هكا في قناه مصريه اعلامي وفنانه تونسيه يطلعوا معناها يشرفوا الاعلام التونسي ويشرفوا الفن التونسي قالوا كلام حلو ياسر في بعضهم دونك ويستحقوه الزوز ما فماش علاش اليوم كما قال يوسف بكري تقعد القلوب كحلة وعبيد هكا معناها تطلع باستكلاشي زملائها ولا أصدقائها في قنوات أخرى ولا حتى في قنوات لوكال معناها هنا في تونس هو راهو كان مبدلوا الحاجة هذية في رويحنا راهو والله نوليو خير منهم في مصر والله صدقني كان بدلوا كان القلب صافي وحاجة تخرج انرجي مزيانة في الاكران لانه ياسر وليت كحلة الحكاية معناتها يلا نستغل جوست الدقيقة ولا دقيقتين اللي مازالوا نحب نوريكم صديقتنا الزميلة هالة الذوادي كيفاش فرحت زميلتها مريم بن عمو في عيد ميلادها في برنامج القفة على قناة حنبعل كان عنا الفيديو جست نشوفوه ونحب نسمعكم شوية من ردة فعل مريم بن عمو وقت اللي فرحت بها هذا الفيديو عملت لها مفاجأة وصبت عليها سطل ماء في عيد ميلادها واو طريقة بيزار شوية On est tous là pour toi, partager ta joie. هذه هيلة ذا وادي بلا تتوقع منها كل اخذ انا تعش نقول الحكاية بين هيلة وماري لا هيلة عملت حكاية كما جاء لبالها مريم ما تغشتش من زميلتها واختها ورفيقتها في قناة حنا بعض احنا اش دخلنا ما فهمتش كيكة يلا ذيك عليك احنا وري لكم هذا اللي صار اتنرفزت بنسور مريم انسان صوب علي استلمي من اللون مش يتنرفز اكيد ما هذه الطريقة اللي لقاتها هيلة مش تفضلك قص عليك حط لي العارك طول و كشوي زاني بخسر هذيك القوة تو سامبلومون كتب التدوينة مريم بن عمو قالت راني ما نتغشش من صديقتي وذيك هي هيلة وانا قابلتها بتصرفاتها الكل ومن غير ما تحكيوا على غيرة وعرك ومع بيناتنا حد شيء والقلوب صافية ومحلينا مع بعضنا وذي نجم يكون تيزور البرنامج القفة فكرة يمكن بيزار شوية باش يلانسيو بها البرنامج خاطر نعرفوا لي فيديو هذوما يدوروا على مواقع التواصل الاجتماعي يتبارتاجيو فكرة ذكية وبليدة سامحني في الكلمة معناها البليدة معناها بالمصطلح الإيجابي بيان سور من هيلة الذوادي وإن شاء الله موافقين شكرا لك أسامة ميديا مارك نجم تعدوا تفرجوا فيها على الباج فيسبوك متاعنا راديو إي إف إم سي أن بوم مومون متاع التلفزة الحقيقة معناتها باش يقعد ميرسي عطيتوني ماتير للزابينج ميرسي بوكو تلقاو في الزابينج بتاعي أول ما يبدا البرنامج 59 دقيقة فوفا في الميتيو والأخبار وراجعين معكم في ولد المدام